لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ليو يحاول المرور، كرة ارقص يا سيد اللاعبين، ما أروعك يا حبيب الملايين. الله 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 على جوهرة الأرجنتين. ليو وحده ليو هو الحل، هو الكل في البر. وكريستانسن ويليان، كرة ركنية، كرة غدارة برازيلية. أزارد ويليان يوزع ويعطي كرة للنيجيري فيكتور موسيس، يوزع وادي ويليان رائعة. أو فيكتور موسيس، أزارد ويليان، فيكتور ويليان يسدد وترشتاغن. التصويب من السلسة ويليان، والشدارة والمهارة لأن برشلونة. إذن أزارد التصويب وميسي، كرة جول، ديمبلي جول، ديمبلي جول. فلا ديمبلي، برشلونة بالكرة المضمونة. ميسي هرب، ميسي ولم يعد. ديمبلي بأقدام السمراء يكسب المعركة. إنييستا يراوغ نوان، يا سلام، شنو هذا يا إنييستا؟ ماذا فعلت بالمشاهدين يا رسام كل الرسامين يا مبدع؟ جوردي ألبا، أتبيريكويتا يوسع أمامه، هذا روديغر فاته القطار. روديغر سينال الإنذار. يا سيد اللاعبين يوسع جيرار بيك. الماكينة الكتالونية قوية. إنييستا التسويق في اليسار خارج الإطار من الرسام إنييستا. ويليان يوسع. لماركوس ألونسو ولا دي كانتي. يمر كانتي غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة. وغضب فريق البلوز. مخالفة خطيرة جدا على دفاع برشلونة بقناة ماركوس ألونسو. غريبة، شنو هذا؟ الله 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 الله، كرة سحرية ترتطم لنادي برشلونة. تيبو كورتوا يلعب بالنار، الحارس البلجيكي، لكنه دارك الموقف. يعدي كرة ممتازة، التسويب. عثمان ديمبلي، ويليان يعدي مع جيرو، رائع. مطالبة بضربة جزاء وتامير سكوميان ودي نزار، والتسويب وجيرار بيكي بطريقة عسكرية. وكرة وليو جول، ليو جول. شنو هذا؟ بالملايين، العب يا سيد اللاعبين، افرح يا سيد الأرجنتين. ثلاثية كتالونية نارية وعالم. ليو، قلت لكم مشاهدينا الكرام، على يساره صوب ميسي وكورتوا. صلوا